بنرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح العالمين. أحلى حاجة وأجمل حاجة في فعاليات مهرجان العالمين وفي التخطيط اللي عاملاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن هي مراعية كل الأذواق في كل حاجة، سواء في الفعاليات الرياضية أو الفنية أو الثقافية. النهاردة عندنا فعالية مهمة جدا 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 يا لما، فيها نجوم إحنا كلنا بنحبهم. وفي فعاليات النهارده كتير حلوه، بس انا فاهمه بتتكلم على كاسه التسعينات. كاسه التسعينات ده انا بتهيألي انه مأثر في جيل قبل وجيل بعد، ده يعني حقيقي. تشوف اكبر يقول لك احنا لازم نروح النهارده، تشوف اصغر يقول لك لازم نروح النهارده، والاصغر دول انا بستغرب اللي هو يا ابني انت عرفته، يعني اللي هو هم طبعا نجوم، والحفله من اكتر الحفلات اللي عليها اقبال كاسه التسعينات النهارده الليله دي. طبعا هي قبل ما تبتدي بالفعل محققه صدى ومحققه ردود فعل حلوه جدا جدا جدا، يمكن المتحده على كل شاشاتها تحديدا يوم الحد لانه بيبقى حد النجوم، لانه الحقيقه انه هدف مهم جدا من اهداف مهرجان العالمين انه اللي قاعد في البيت يبقى كانه هنا. بنحاول نوصل كل حاجه، شاشه مخصوصه لكل الفعاليات يو لايف، حد النجوم، لسه في برنامج جامد جدا لخالد عليش، يعني حاجات كتيره جدا عشان نوصل انه اللي قاعد في البيت كانه قاعد معانا هنا. المهم النهارده في كاسه التسعينات، وفي كمان 3 ليالي عرض لمسرحيه الشهره لخالد جلال. حقيقه انه مخرج خالد جلال مخرج قوي جدا انه يقدم نجوم او يقدم يعني وجوه شابة بعد كده يبقوا نجوم صف أول، وعملها في كتير من العروض، فأنا متأكدة إنه هيبقى عرض حلو جدا جدا، وهو هيفتتح كمان المسرح الجديد يو اسمه يو، وهيبقى أول يوم عرض، وكل التيكتس دي على تذكرتي. اي حد يا جماعه يجي العالمين هيبقى مبسوط، هيلاقي فعاليه رياضيه ثقافيه فنيه بتبسطه وبتعجبه بمختلف خلفيته الثقافيه الماديه الاجتماعيه السنيه. هتيجي مهرجان العالمين الجديده هتتبسط وهتقضي اجازه في منتهى الجمال. واستنوا الانترفيو، ابراهيم عمل انترفيو مع نجوم كاسه التسعينات، انا متاكده انه جامد جدا، يعني كلنا نستناه. واخيرا بنشكر حضراتكم، كنا معاكم ابراهيم عبد الجواد ولما جبريل، وهنبقى معاكم كل يوم من 7 ل 8 في صباح العالمين. باي باي. صباح الرضا والفل.